لو الحكاية فيها إن فيتو أتتحكم في التأمين الأجل المناسب الذي تراه لتصحيح الإجراء طبقا للقانون علشان نقدر نرجع للقيادة العسكرية تحت مجلس الإعلان على الوضع القانوني. ومش معروفة عن النيابة بناء على محضر استدلالات يجيب أي حاجة من الرجال الأمن الوطني أو حاجة حاجة من الضباط يقول ده هو من اللي بيحكي هو اللي يقول ولا غيره اللي يقول. وقال هذا القانون يا فندم أن السيد محمد صبحي المبارك اللي مش محتاج حاجة من دليل على أنه كان قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر وكان برتبة تحت كده صار برتبة فريق في القوات المسلحة وعين في أبريل سنة 75 نائبا لرئيس الجمهورية يعني قبل صدور هذا القانون. ولهذا وضع النص في الفقرة الثالثة على أن يسري على من سبق تعيينه في الوظيفة المدنية.